تتعلم لغه اجنبيه، هتتعلمها تفضل تتعلمها اونلاين ولا في مركز متخصص؟ شرط ممكن يكون اونلاين، اهم حاجه اللي انا اتعلمها. الموضوع محتاج دراسه اكاديميه اكتر عشان الواحد يبقى فاهم وملم بابعاد الموضوع، مش بس حاجه بياخدها اونلاين في كام شهر والكلام اللي بيتقال مؤخرا، لا الموضوع اكبر من كده بكتير لو الواحد عايز يتخصص ويعمل الحاجه صح للاخر. الاونلاين بقى اسهل بكتير من ان انت مثلا تروح كورس او كلية بتاعتك. الدنيا دي اونلاين احسن من حيث ان انت بتعمل تاخدي اكسبيرينس اكتر مع الدكتور مثلا او اللي بيشرح لك، حيث ان انت تقعدي مثلا براحتك وتاخدي الكونسنت زون بتاعتك، انت بتتكلم مع اي حد براحتك من غير متوتر ولا اي حاجه. انا شايف ان فيس تو فيس هيبقى احسن، ولو في اسئله اعرف اطرح اسئله يرد عليا، لكن اونلاين لو هننمي حته محدوده يعني. الاونلاين يبقى فيه تشتيت شويه، لكن انت تبقي فيس تو فيس كده انا من رايي ده افضل يعني. هو دلوقتي هختار اونلاين، لكن كان زمان هختار ان انا اروح كورس. حابه مركز اكتر يعني، انا هروح لمركز والاونلاين بقى يعني اتابع كمسلسلات او كده يعني. الاونلاين اوقات مثلا مش بركز بسرح كده، فالاحسن يعني اللي انا شايفاه ان لا اروح مكان احسن ابقى لايف. اونلاين بيبقى اسهل، بيسهل لك الموضوع اكتر على ان في افيليبيليتي اكتر وممكن تتعلمي كذا لغه، وبقى في كفلوس تبقى موفرة اكتر. هو الاونلاين مناسب لناس كتير، بس يعني انا بركز احسن في الاوفلاين. هو هيبقى التواصل هيبقى اسهل في المركز، هيبقى المحاضر هيبقى قدامي، ممكن النت تحصل مشكله، المشكله ممكن في النت تبقى انا ما اعرفش اتحكم فيها، ما اعرفش اتصرف، فوقتها مش هعرف اتواصل مع المحاضر كويس. هو المركز المتخصص هيبقى اكيد احسن من اونلاين، لان المركز المتخصص هعرف اتعامل مع الدكتور اللي بيدرس اكتر، بيبقى اعرف اساله، ما استناش مثلا اعمل ويف بالماي هاند، فاهمه؟ والحاجات دي بيبقى اقرب في الكوميونيكيشن اكتر من ان انا اكون حاجه اونلاين او محاضره اونلاين استنى بقى مثلا حاجه اسهلها مخصوص او ده، بيخلي الواحد كوميتد اكتر للدرس اللي هو فيه.